لن يمثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في المحكمة العسكرية الأربعاء، إذ تقدم وكلاء جعجع بواسطة المحامية إليان فخري بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عائئي، يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. وكلاء بعض الموقوفين كذلك تقدموا بطلب تنحي عائئي، فرفض تسجيل طلب التنحي ما يعد مخالفا للأصول القانونية، وما دفع وكلاء هؤلاء الموقوفين إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر في الطلب خلال الأيام المقبلة. أما في استدعاء جعجع فقال عنه رئيس جهاز الأعلام في القوات اللبنانية شارل جبور أنه مرفوض في السياسة وفي القانون. مجرد ما ملف يصفي عند القاضي سوان عمليا خرج من إيده وبطل هو عنده أي وظيفة أو أي مهمة تكفي بالمهمة اللي هو فيه، وبالتالي الاستنابة أو الدعوة اللي وجهها هي دعوة ساقطة من بعد خروج هذا الملف من إيده. أما على المستوى السياسي نحن نعتبر بشكل واضح أن هناك معتدي وهناك معتدى عليه، وبالتالي قبل ما نروح باتجاه نستمع للأهالي أو نستمع أيضا للدكتور جعجع لازم نروح نجتمع على السيد نصر الله بالاشتباك الذي حصل بقرار منه بعين الرماني، واثنين أن نستمع أيضا لإله. يعني إذا في قضاء بيحترم حاله بالبلد لازم يقول له تعال سيد نصر الله شرف لعنا تنشوف نحن وياك شو هي هذه قصة 100,000 مسلح. في التحقيقات حول أحداث الطيون عين الرماني نشرت صحيفة الأخبار مقالا قالت فيه أنه في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية إن ما جرى في 14/1 لم يكن وليد احتكاك معزول وقع في زاروب الفرير المتفرع من جدة سامي الصلح، بل هو ناجم عن تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ ليلة السابقة للمجزرة، بحيث كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيموم سلم حاضرا على الأرض منذ الليلة السابقة ليشرف على مسلحين جرى استقدام بعضهم من معراب. جبور رد على المقال وعده ملفقا. كل ما ورد في التقرير الذي أعدته صحيفة الأخبار اليوم هو تقرير مفبرك تمت فبركته بالمطابخ السوداء بحارة حريك، لا علاقة له بالتحقيق الفعلي الذي أجرته مديرية المخابرات وجيش اللبناني. تقرير المخابرات يختلف بالمضمون وبالشكل عما ورد اليوم في صحيفة الأخبار. التقرير واضح لجهة أن في تظاهرة حصلت وخرجت عن مسارها ودخلت إلى شارع فرعي وحصل ما حصل من تدافع ومن اشتباكات قبل ما ينزل الجيش يفرق المتظاهرين. هذا ما هو وارد في التقرير، وكل ما هو خلاف ذلك هو من نسج الخيال. معلومات الجديد أشارت إلى أن الجيش يتعامل مع هذه القضية بدقة بالغة كمن يفكك الألغام نظرا إلى حساسية الأحداث وحيثيتها السياسية.